يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، والتي انطلقت صباح اليوم في كافة المحاور وفي كافة الجبهات. هذه العملية العسكرية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري اللي هو الحرب، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار. العسكري هو يخدم العمل السياسي، بمعنى أن الإرادة السياسية يحققها العمل العسكري في هذه المرحلة. إذا اتحد اليمنيون بكافة الأحزاب والانتماءات، لا شك أنه هدفهم راح يكون واضح، وراح ينتقلون إلى مرحلة جديدة بتحرير الأراضي اليمنية. لأن هذه الميليشيا هي الوحيدة المعطلة، هي الوحيدة المعطلة للعملية السياسية في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، وأيضا لعدم القبول بالمبادرة السعودية والمبادرات التي قدمت سواء كان من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة. وبذلك ندعو إخواننا والحكومة اليمنية الشرعية إلى تنفيذ اتفاق الرياض، وأن يكون هناك توحيد للكلمة. إلى مرحلة جديدة بعد تطهير اليمن من هذه الأفكار التوسعية وهذه الأفكار الشريرة وهذه الأعمال الخبيثة، فبذلك لهم كل الدعم بإذن الله تعالى. نحن نقف مع اليمنيين.